مرة أخرى بخصوص مبادرة السيد باسيل، هل هي تبدو محاولة لحل الأزمة أم لفرض حكومة من نوع معين من شكل معين على السيد الحريري؟ أنا أعتقد أن الشعب اللبناني تجاوز بكثير من الأصوات القادة الذين يتقاسمون المصالح والحصص. الشعب اللبناني في الشارع لم يعد ينظر إلى ما قاله ويقوله وزير الخارجية السابق جبران باسيل أو رئيس الحكومة المستقيل أو رئيس الجمهورية أو أي مسؤول آخر. الشعب اللبناني بدأ بانتفاضته، أن بدأ بتجاوز كل هذه التوليفات السياسية التي لم تعد تحظى بأي ثقة من قبل الشارع اللبناني. إذن ماذا يقول باسيل وماذا يقول الحريري وماذا يقول رئيس الجمهورية؟ كل هذا يبدو أن لا معنى له في الشارع اللبناني. الشعب اللبناني لفظ هؤلاء القادة ويريد التجديد ويريد قلب الطاولة، ومن يقلب الطاولة هو الشارع وليس أحد سلاطين السلطة الحاكمة منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى أن لبنان أن يتحقق هذا سيد غسان يتقهقر منذ 30 سنة. لبنان يتقهقر منذ 30 سنة، واليوم بدأوا بإرسال ملفات الفساد، اليوم بدأوا بإرسال ملفات الفساد إلى القضاة. وأين كانت هذه الملفات منذ 3 سنوات؟ وأين كانت منذ 30 سنة؟ طيب سيد غسان، ما زلت أصر على السؤال. لم يعد ينتظر ماذا يقوله هذا وذاك من قادة هذه، من هؤلاء القادة الذين رفضهم الشارع.